بالتأكيد، لكن أنا اليوم أتحدث لك عن واقع الخدمات في المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات. يعني خلينا نقول بال 23 يجوز مثلا 7-5 ملايين، 7 ملايين خدمة مقدمة. أنا أشوفك يعني صراحة ضمن هاي الإحصائية يعني أبخستنا حقنا، وأنا أعرف بيك حقاني سادة حمد. لا يعني أشوف هو صح، يعني كان أكو ازدحام وأقبال المواطنين، بس ما أعرف يعني صراحة إحنا تعودنا على الإجراءات الورقية والمواطنين والوافدين، الوافدين ضيوف، ضيوف 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 الوطن الحبيب من الجنسيات الأخرى، تعرف عندنا منافذ حدودية وغيرها، وإقامة وإقامة والمناسبات الكبيرة اللي حثت مثل الزيارة الأربعينية كثير من المناسبات الدينية. لا رقم يصعد شوية. الرقم يصعد. 43 مليون. 43 مليون. و774,627. 43 مليون خدمة أمنية إدارية قدمت، خلي أسميها تتعلق بالإقامة والأحوال المدنية والجوازات. تنوعت بين البطاقة الوطنية والجوازات وبطاقة السكن. وخدمات أخرى مقدمة لضيوف الوطن الحبيب، بطاقة السكن، رقم مهول، شهادة الجنسية العراقية، المديريات اللي مرتبطة بالمديرية العامة. هذه نتاج وثمار عملها، وهذا الموضوع بالتأكيد اليوم إحنا لم يأتي يعني نقول اعتباطا، بل نتيجة الإشراف المباشر لمعالي وزير الداخلية المحترم السيد عبد الأمير الشمري، اللي أشرف على وضع الخطط ل تنفيذها من قبل المديرية، ونفذت من قبل السيد المدير العام المحترم اللواء الحقوقي نشأة إبراهيم الخفاجي. صراحة يمكن أن تشاهدون جولاته ميدانية ليلاً.